آثار النبوة تقف شاهدا شامخا على مرحلة من أعظم مراحل تاريخ البشرية، مرحلة بعث فيها رجال عظام اختارهم الله من بين البشر لكي ينقلوا إلى الناس رسالة التوحيد والخير. وفي رحلة امتدت من أقصى الجنوب في الجزيرة العربية إلى تركيا مرورا بمصر وبلاد الشام والعراق، سعينا إلى استقصاء شواهد النبوة ومسيرة الأنبياء. فوجود هذه الشواهد والتمسك بها يشكل علامة بارزة واضحة على تمسك شعوب هذه المنطقة بالرسالة التي جاء بها الأنبياء وإخلاصهم لها. فالشاهد الحي الدال على النبوة يرسخ إيمان المؤمن بالأنبياء والنبوات، والإيمان بهم ركن من أركان العقيدة، مثلما يشكل استلهاما للمعاني الكبرى التي أرسلوا من أجلها. إنها رحلة في أرض النبوات ومتابعة جادة لمسيرة الأنبياء ولقصة الهداية في تاريخ البشرية، وهو تاريخ ستظل فيه النبوة ورسالتها جوهره الخالد الباقي. أيها الناس، إن هذا بيان أنزلته الشريعة السمحة والشهامة أحمد الله. نفسي فداؤك يا أبا الزهراء الله. أنا من أكون إذا كياني لم يثر. هذا هو جبل النور بالقرب من مكة المكرمة. منذ اصطفاك الله جاد بنصر. منه انطلقت دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى قمته تم اللقاء الأول بينه وبين ملك الوحي جبريل عليه السلام، بعد أن أمضى رسول الله السنوات الثلاث الأخيرة قبل البعثة يصعد هذا الجبل للتعبد والتحنث على ملة إبراهيم عليه السلام، مثلما فعل آخرون من الحنفاء الذين اعتزلوا قومهم وما هم عليه من شرك وضلال، ومنهم عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا منه ينظرون إلى مكة ويرجون خلاصها. ثم إمام الرسل منك بعزمة الله. صلى عليك الله يا أزكى الورى أبدا وآلك أبدا. اختلف العلماء في صيغة هذا التعبد أو التحنث كيف هو، وهو لم يوحى إليه بعد ولم تفرض عليه صلاة ولا عبادة. فقال بعضهم إنه كان بما بلغه من عبادة إبراهيم عليه السلام ودين التوحيد السابق، والأكثر على أنه إنما كان من باب التأمل والتفكر في خلق الله وفي واقعه وفي نفسه وفي واقع مكة وقريش من حوله. صعود الجبل ليس بالأمر السهل على من لم يألف صعود الجبال، ولكنها تجربة تستحق المعاناة للوصول إلى القمة ومشاهدة المكان الذي كان يتعبد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلقاء نظرة شاملة على مكة وما حولها. والمرحلة الأخيرة من الصعود هي الأصعب والأقسى على طريق القمة. يا سيد الأفلاك والأضواء، وصلنا إلى القمة، قمة جبل حراء، وباتجاه
الناحية الجنوبية الغربية. هذا هو الغار وتشاهد مدخله في الناحية الشمالية، وتوجد سجادة يصلى عليها، سجادة حديثة طبعا. في هذا الغار نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أول صور القرآن وأول الوحي، ومن هذا الغار شع لأول مرة في التاريخ نور الإسلام. لكن الوصول إلى غار حراء يتطلب النزول مرة أخرى في طريق أشد وعورة وصعوبة. وكما تشاهد هذه الحافة هي أصعب حافة صخرية في جبل حراء، والآن كما تلاحظ فيها سلالم ودرجات ينزل من خلالها إلى أسفل الغار أو إلى الغار نفسه. وكما تلاحظ أنه قبل أن ترصف هذه الدرجات كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصعد وينزل إلى هذه المنطقة الوعرة جدا، وهي غير لم يعمل فيها سلالم. منذ اصطفاك الله جاد بنصره، الله وحباك منه مهابة العظماء، الله ماذا يضرك قد كفاك إلهنا، فهل أعادي من بني الغبراء، الله أنا من أكون إذا أضعت ضيائي، الله في ظلمة الكون الفسيح النائي، الله النور أنت كل نور زائف يا سيد الأفلاك. أول صور القرآن التي نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. نزلت هنا أول صورة من صور القرآن في هذا الغار على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا تكون البعثة النبوية أو السيرة النبوية قد انتقلت لمرحلة مهمة جدا، وهي مرحلة نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم وإشعاع نور الإسلام من هذا الغار لأول مرة في التاريخ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا المكان المطل من بعيد على المسجد الحرام وفي هذه الأجواء الروحانية جرى اللقاء الأول بين ملك الوحي جبريل عليه السلام وبين خاتم الأنبياء والرسل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجبل وهو يرتجف بعد هذا اللقاء، حتى دخل على خديجة فطمأنته، ثم انطلقت به إلى ورقة بن نوفل وهو ابن عمها، وكان حنيفيا على ملة إبراهيم، فأخبره رسول الله خبر ما رأى، وأدرك ورقة أن هذا هو الناموس الذي نزل على موسى. اختار الله سبحانه وتعالى له تلك المرأة العاقلة الكبيرة في السن لكي تكون قادرة على مواجهة ما يمكن أن نسميه صدمة النبوة، يعني صدمة الوحي لما جاءه عليه الصلاة والسلام، وكلنا نعرف كيف رجع وهو يرعد صلى الله عليه وسلم، يقول دثروني زملوني، موقف كان يحتاج إلى شخصية حكيمة وعاقلة تثبت، وكانت هذه الشخصية بقدر الله هي خديجة رضي الله عنها وأرضاها. ثم تكررت عودة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الغار، وتوالى نزول القرآن، وأمر بتبليغ رسالته إلى المقربين منه. كانت خديجة أول من آمن، ثم آمن به من الصبيان علي، ومن الرجال أبو بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين، ثم تتابع إيمان من اصطفاهم الله. وقد اتخذ المسلمون الأوائل من دار الأرقم بن أبي الأرقم في جوار جبل الصفا في مكة مكانا آمنا لاجتماعهم، يختفون فيه عن أعين قريش في بداية الدعوة، ويتجنبون أي مواجهة في هذه المرحلة الحرجة. وكان رسول الله يعلمهم
أمور دينهم ويخبرهم بالوحي الذي يتنزل عليه ويعدهم ويربيهم. وهذا المكان لم تستطع قريش أن تكتشفه على مدى عامين، ثم نزل عليه الأمر بالجهر بالدعوة بعد أن أسلمت مجموعة أكبر كان من بينهم عمر بن الخطاب وحمزة بن عبد المطلب. لكن أذى قريش كان شديدا ضد المستضعفين، فكانت الهجرة الأولى ثم الثانية إلى الحبشة. ومع ذلك لم تتوقف مطاردة قريش للمؤمنين، بل إنها قاطعت وحاصرت بني هاشم قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم في منطقة تسمى اليوم شعب علي. هذا شعب علي وله ذكريات وقصة. شعب علي بن أبي طالب، شعب علي بن أبي طالب له قصة مهمة جدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن هذا الشعب هو الذي حوصر فيه النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من المسلمين، حوصروا فيه بعد أن كتبت قريش الصحيفة التي فيها ظلم وعدوان. كتبوا صحيفة يمتنعون فيها عن التعامل مع بني هاشم ومع النبي عليه الصلاة والسلام ومع الصحابة الكرام، حتى يضغطوا عليهم فيتوقفوا عن دعم الدعوة الإسلامية. فحوصر هنا النبي عليه الصلاة والسلام، أبو طالب والمسلمين جميعا، وعاشوا عدة سنوات في كرب وعناء، ولكن الله سبحانه وتعالى صبرهم وعاشوا سعداء رغم قلة ذات اليد، حتى أتت الأرضة دابة أكلت هذه الصحيفة وهي داخل الكعبة. كانت نهاية العام العاشر من الهجرة حزينة قاسية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم تكد المقاطعة تنتهي حتى توفي أبو طالب. وبموته فقد الرسول صلى الله عليه وسلم سندا كبيرا. ثم توفيت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، ففقد الرسول صلى الله عليه وسلم سندا ثانيا من داخل أسرته، وقبرها معروف في مكة في مقبرة المعلاة، وفيها دفن كثير من الصحابة رضوان الله عليهم. في المنطقة التي فيها تلك الشجرة الخضراء التي في أعلى المكان بالقرب من الجبل، خديجة بنت خويلد التي نسمع عنها في تاريخ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والتي بشرها جبريل ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب، والتي سلم عليها الله من فوق سبع سماوات، هذه هي مقبرة المعلاة، وهذا قبر خديجة بنت خويلد. والسلام على محمد، الله سيد كل الأنام، الله يا الله ما تغنى. وفي عام الحزن الذي توفيت فيه خديجة وأبو طالب، ومع تزايد جحود قريش، بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يعرض دعوته على القبائل ليطلب نصرتها، فرحل إلى الطائف، لكن أهلها خذلوه وسلطوا عليه صبيانهم فقذفوه بالحصى حتى أدموا قدميه، فوقف عند صخرة يدعو دعاءه المشهور. حسب ما سألنا بعض أهل المنطقة أن النبي عليه الصلاة والسلام جلس في هذه المنطقة وذكر الدعاء المشهور: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى قريب يتجهمني أم إلى بعيد ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن رحمتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصالح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل علي غضبك أو يحل بي سخطك، لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله النور أنت كل نور زائف يا سيد الأفلاك والأضواء، أنا فيك يا طه يماني
في هذه المزرعة جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم والدم ينزف من قدميه بعد أن أدماه أهل الطائف بالحجارة. يقال بأن هذا البستان شهد مسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا المسجد الذي ترونه هو مسجد يسمى مسجد عداس. النبي عليه الصلاة والسلام حينما وصل إلى الطائف وحصل ما حصل من الأذى له صلى الله عليه وسلم، أشفق عليه اثنان من أعيان منطقة الطائف، فأرسلوا إليه وقد جلس إلى هذا البستان، أرسلوا إليه عبدا لهم نصراني بطبق من عنب، وهذا الشخص الذي أرسلوه يسمى عداس. حينما جلس عداس ووضع الطبق أمام النبي عليه الصلاة والسلام فيه قطف من عنب، قال بسم الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال عداس من أين لك هذا الكلام؟ ما في هذه المنطقة أحد يقول بسم الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، وهنا يستغل النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم الدعوة في هذه اللحظة، قال أنت من أين؟ قال أنا من نينوى، قال بلد العبد الصالح يونس ابن متى. فقال وماذا أعلمك أو كيف عرفت يونس ابن متى؟ قال هو نبي وأنا نبي. فأكب عداس يقبل رجل النبي عليه الصلاة والسلام ويده ويبكي، وكان هو المكسب الجميل الذي خرج به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نبي النبي أبي الفضائل الله الله وبآله الغر الذين هم. في تلك الظروف الصعبة جاءت حادثة الإسراء والمعراج التي كانت مواساة للرسول صلى الله عليه وسلم. لطف الله سبحانه وتعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم جعل له في قلب هذه المحن العظيمة منحا، فكانت مثل حادثة الإسراء، بعض الحوادث التي وقعت له صلى الله عليه وسلم بمثابة التثبيت لما شق قلبه وغسل صلى الله عليه وسلم من قبل طبعا، وبعد ذلك لما جاءت حادثة الإسراء ورفع إلى السماء السابعة ورأى الأنبياء وأخبره الأنبياء بما لاقوا مع أقوامهم وأنه سيلاقي مثل ذلك وأن عليه أن يصبر، كل ذلك كان تثبيتا له صلى الله عليه وسلم. ومع أن المسجد الأقصى عندما أسري بالرسول صلى الله عليه وسلم إليه لم يكن قد بني على الصورة التي هو عليها الآن بسبب ما لحق به من خراب، إلا أنه يضم كثيرا من الشواهد ذات الصلة بالإسراء والمعراج. ونبدأ من مسجد قبة الصخرة. والصخرة المشرفة هي صخرة طبيعية غير منتظمة الشكل في موقع قلب المسجد بالضبط. وهذه الصخرة ليس كما قالوا هي صخرة ارتفعت أو صعدت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ولا هبطت، وإنما هي صخرة مباركة عظيمة أنشئت عليها هذه القبة. المصلى الجنوبي الذي يطلق عليه اسم المسجد الأقصى له قدسية خاصة، فهو ثاني مسجد وضع في الأرض بعد الكعبة المشرفة، وهو بيت جميع الأنبياء، وأعاد بناءه كثير منهم بسبب كثرة ما تعرض له من تخريب وتدمير على مدار التاريخ. وفي موضع محرابه الحالي أما رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء كلهم كما ورد في قصة الإسراء والمعراج. المحراب الذي أمامنا هو المحراب الرئيسي والذي صلى عنده النبي صلى الله عليه وسلم قطعا في هذا المكان، هذا المكان في المكان القبلي في المسجد الأقصى. أما هذا المنبر الجديد فقد صنع حديثا في الأردن بدلا من المنبر الذي أمر نور الدين محمود زنكي بصنعه في حلب ووضعه صلاح الدين في المسجد بعد أن حرره ثم أحرقه اليهود عام 1969. وتحت جزء من الساحة الجنوبية الغربية للمسجد الأقصى المبارك هناك مصلى صغير يسمى مصلى البراق،
وخلفه حائط البراق الذي استولى عليه اليهود بعد احتلال القدس، وباب يؤدي إليه. هذا المصلى مصلى البراق كبقية المصليات الموجودة في داخل المسجد الأقصى. فعندنا مصلى باب الرحمة، ومصلى قبة الصخرة، والمصلى القبلي، والمصلى الورداني. إن كل ما تقوم به إسرائيل الآن من محاولات للاستيلاء على الحرم القدسي الشريف، أو إزالة معالمه، أو إحراق جوانب منه، أو حرمان المسلمين من الوصول إليه، حتى من يعيشون في كنفه، كل ذلك يعمق لدى المسلمين الشعور بالمسؤولية تجاه هذه الديار المقدسة، ويشعرهم أن ما تقوم به إسرائيل لا طائل من ورائه. فهذه الأرض المقدسة هي أرض الأنبياء. محمد ورث هذه الأرض، ورث النبوات والأنبياء جميعا، ورث الأمم جميعا. هؤلاء يريدون أن ينتزعوا من أمة محمد الأرض التي ورثها محمد من الأنبياء، وورثتها أمة محمد من بعد محمد من الأنبياء. نحن أولى بالأنبياء وبأرض الأنبياء. فمن إمام الرسل منك بعزمة. لقد حافظ المسلمون على شواهد النبوة في القدس وأبرزوها، وتكاملت واتحدت مع آثار رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم التي خلدها الإسراء والمعراج، وتأكد بذلك الربط الروحي العظيم بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى. وجاء هذا الحدث الكبير والرحلة العظيمة لتشكل فتحا معنويا، إشعارا وإيذانا بفرج للرسول والمسلمين بعد الشدة، تمثل في الهجرة إلى المدينة المنورة وإنشاء أول مجتمع إسلامي هناك. يا حبيب الله، النور أنت كل نور زائف، يا سيد الأفلاك والأضواء.